هذه المشاهد نقلتها رويترز عن ناشطين، وقالت إنها من مدينة الرستن التي يسيطر عليها الجيش الحر وتحاول القوات النظامية اقتحامها بحسب الوكالة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 23 جنديا سوريا على الأقل قتلوا وجرح العشرات في الاشتباكات الجارية مع المجموعات المنشقة في المدينة. من جهتها وكالة رويترز التي وصفت الاشتباكات في الرستن بالعنيفة تحدثت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين. مدينة الرستن التي احتلت اليوم واجهة الأحداث تقع على بعد نحو 25 كيلومترا شمال مدينة حمص، وهي كانت خرجت عن نطاق سيطرة الجيش السوري مرات عدة منذ اندلاع الانتفاضة، وتحاصرها القوات النظامية منذ أشهر عدة. هذه المدينة يتمركز فيها عدد كبير من المنشقين، وقد زارها في الأيام الماضية رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال روبرت مود، والتقى فيها مسؤولا في القيادة المشتركة للجيش الحر. في المواقف، لفت إعلان روسيا أن الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها سوريا ومن بينها انفجارات دمشق تقف وراءها القاعدة ومجموعات متحالفة معها. هذا فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخبير في شؤون العالم العربي والإسلامي ماتيو جيدار أن تنظيم القاعدة غير موجود في سوريا، إلا أن هناك بعض المجموعات الجهادية التي تعتمد أسلوب عمل تنظيم القاعدة المتطرف. كذلك تخوفت إسرائيل على لسان مسؤول عسكري من وصول مجموعات مثل القاعدة إلى الجولان في حال سقوط نظام الرئيس الأسد. على خط آخر، المجلس الوطني السوري الذي يجري اجتماعات في روما في مسعى لتوحيد صفوفه أعلن أنه لن يشارك في محادثات ترعاها جامعة الدول العربية في القاهرة للغاية ذاتها. وأوضح المجلس أن الجامعة لم توجه له الدعوة كهيئة رسمية بل كأفراد، وأنها أخفقت في الوفاء بوعدها بإشراك المجلس في مسعى توحيد الصف. في الموازاة، أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد النظام السوري، وأوضح بيان للاتحاد أن قرارا اتخذ بتجميد أرصدة مؤسستين وثلاثة أشخاص لم يذكر أسماءهم، يعتبرون بحسب البيان من مصادر تمويل نظام الرئيس الأسد. وأوضح الاتحاد أن أسماء تلك الشخصيات ستنشر في وقت لاحق في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.